السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل أبطال الصف الرابع الابتدائي، معكم ميس إنيس عبدالله. النهاردة حلقة استثنائية ومختلفة، هنشوف فيها فيلم قصير لبعض الحرف التراثية الموجودة بجمهورية مصر العربية. هنشوف يا أولاد مع بعض إزاي مصر بتزخر بالعديد من الحرف اليدوية التراثية القديمة، وكمان لاحظوا معايا العمال اللي بيتقنوا هذه الحرف عشان نعرف قد ايه مصر بتزخر ايضا بعدد كبير جدا من الصناع المهرة. وفي درسنا النهاردة هنتعرف على معنى الحرف اليدوية التراثية، وكمان هنتعرف على انواع الحرف والصناعات التراثية في مصر، واخر نقطة معنا في الدرس اهمية الحرف الصناعية التراثية في مصر. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض الحلقة. أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة في درسنا هي معنى الحرف اليدوية التراثية. طبعا الحرف التراثية يا أولاد هي حرف يدوية توجد في مصر منذ القدم، وبرع فيها المصريون مثل صناعة الزجاج والخامية والفخار والسجاد اليدوي والمشغولات الذهبية والنحاسية والتطريز وغيرها. يبقى الحرف اليدوية التراثية هي حرف يدوية توجد في مصر منذ القدم، هي حرف يدوية توجد في مصر منذ القدم. تعالوا بقى كده نشوف أنواع الحرف اليدوية التراثية في مصر. بص بقى، كل اللي أنا هقوله دلوقتي ده مش للحفظ، ده للفهم. أنا عايزك تفهم الدرس أكتر ما تحفظه، وفي الآخر يا سيدي أنا هقولك المفروض تركز على إيه في الدرس بالظبط، ولو أنت عايز تحفظ أكتر هقولك بالظبط إيه الحاجات اللي المفروض تحفظها في الدرس، ولكن في نهاية الدرس. دلوقتي إحنا هنفهم مع بعض. شايفين طبعا الصناع المهرة اللي قدامنا دول بيقوموا بصناعة ما يسمى بالخيامية. يعني إيه خيامية؟ الخيامية ولاد هي فن مصري ومصطلح مشتق من كلمة خيام، وهو صناعة الأقمشة الملونة زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط. يبقى صناعة الخيامية هي من الحرف اليدوية التي يستخدم فيها الصانع الإبرة والخيط لعمل الخيام وإنتاج قطع فنية، وطبعا الصناعة دي بتتركز في شارع الخيامية بمنطقة الأزهر بالقاهرة. يبقى صناعة الخيامية هي حرفة يدوية يستخدم فيها الصانع الإبرة والخيط لعمل الخيام، وتوجد في شارع الخيامية في منطقة الأزهر في القاهرة. ننتقل للحرفة اليدوية التراثية اللي بعد كده وهي صناعة الفخار. طبعا يا ولاد صناعة الفخار بتعتبر من أقدم الصناعات اليدوية في مصر، وبتنتشر في العديد من القرى المصرية. يبقى موجودة فين؟ موجودة في العديد من القرى المصرية، وتعتمد هذه الصناعة على الإبداع والإحساس الفني للصانع الذي يشكل طين الفخار بيديه ويتركه ليجف ثم يضعه في فرن خاص. زي ما احنا شايفين كده الصانع الماهر اللي قدامنا ده بيستخدم اليد والطين فقط، ولا يزال هذا النهج متبعا في الوقت الحالي، حيث يتم ضغط كرة الطين باليد وتشكيل وعاء، ثم يتم لف الطين في حبال أو لفائف حتى الوصول للارتفاع المطلوب، ثم يتم تنعيم الطين في وقت لاحق، ثم بعد ذلك يتم استخدام النار بهدف تكفيفه بشكل تام ومنع ذوبانه بمجرد ملامسته للماء. يبقى صناعة الفخار لازم تمر بالمراحل دي اللي هو التشكيل باليد، وبعدين نتركه ليجف ثم نضعه في فرن خاص. ولازم ناخد بالنا سنة رابعة ان صناعة الفخار منتشرة في العديد من القرى المصرية. يبقى احنا كده يا سنة رابعة اتكلمنا عن صناعتين وهما الخيامية والفخار. تعالوا كده نشوف صناعة تانية من الصناعات التراثية الحرفية وهي صناعة الزجاج. صناعة الزجاج من الصناعات القديمة، ويبدع الصناع في صناعة الزجاج وزخرفته وتلوينه، ومن اهم مناطق صناعة الزجاج قرية جراح في محافظة الدقهلية. يبقى اهم مناطق صناعة الزجاج هي قرية جراح في محافظة الدقهلية. وننتقل إلى الحرفة أو الصناعة اليدوية التراثية التالية وهي صناعة النسيج والسجاد اليدوي. طبعا يا ولاد صناعة النسيج والسجاد اليدوي تعتبر من الحرف المدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو. يستخدم العمال معرفتهم الموروثة ومواهبهم الفنية لإنتاج منسوجات مطرزة. يعتمد العمال على بعض الخامات مثل الكتان أو القطن أو الصوف أو الحرير في هذه الصناعة. طيب بتنتشر فين هذه الصناعة؟ بتنتشر في قرية الحرانية في الجيزة، والتي تعتبر مقصدا لآلاف السائحين لتميزها بهذه الصناعة. يبقى لما يجي لنا سؤال في الامتحان ويقول لنا من الصناعات التراثية اليدوية المدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، هنقول طبعا صناعة النسيج والسجاد اليدوي. طيب موجودة فين صناعة النسيج والسجاد اليدوي؟ طبعا موجودة في
قرية الحرانية في الجيزة. تمام، ننتقل إلى آخر صناعة معنا أو حرفة، وهي صناعة الجلود أو دباغة الجلود. وطبعا يا أولاد صناعة الجلود من أهم الحرف اليدوية التراثية الموجودة في مصر، لأنها بتساهم في ازدهار الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة. ليه؟ لأن صناعة الجلود يا أولاد من الصناعات المربحة جدا، لذلك فهي تساهم في ازدهار الاقتصاد المصري. طيب تعالوا نشوف كده الدولة عملت إيه علشان تحافظ على الصناعة دي. هنلاقي إن الدولة أنشأت مدينة صناعية ضخمة ومتكاملة، وهي مدينة الروبيكي في مدينة بدر في القاهرة، لتشجيع هذه الصناعة. يبقى صناعة الجلود موجودة فين؟ موجودة في مدينة الروبيكي. موجودة فين يا أولاد؟ موجودة في مدينة الروبيكي، وهي مدينة مخصصة لصناعة الجلود فقط، ودي طبعا موجودة في مدينة بدر في القاهرة. تمام، وطبعا الدولة عملت كده ليه؟ عملت كده لتشجيع هذه الصناعة، لأن هذه الصناعة تساهم في ازدهار الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة. وطبعا يا أولاد لو في يوم من الأيام رحتوا مدينة الجلود ديت وشفتوها، هتلاقوا فعلا إن المدينة موجود فيها متحف للمنتجات الجلدية التراثية، وده بيدل على تطور هذه الصناعة في مصر عبر العصور. احنا هنتكلم أكتر عن مدينة الروبيكي وكمان عن أهمية الحرف التراثية ولكن الحلقة القادمة. لكن اللي يهمني الحلقة دي إننا نركز على بعض النقاط المهمة. زي إيه؟ تعالوا نشوف. أول حاجة تعريف الحرف اليدوية التراثية، وهي حرف يدوية توجد في مصر منذ القدم وبرع فيها المصريون. هي حرف يدوية توجد في مصر منذ القدم وبرع فيها المصريون. وكمان لازم نعرف أن صناعة الفخار هي من أقدم الصناعات اليدوية في مصر، وتوجد في العديد من القرى المصرية. هي أقدم الصناعات اليدوية في مصر وتوجد في العديد من القرى المصرية. أما بالنسبة لصناعة النسيج والسجاد اليدوي، فهي من الحرف المدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو. وصناعة النسيج والسجاد اليدوي يا أولاد موجودة في قرية الحرانية بالجيزة. موجودة فين؟ موجودة في قرية الحرانية بالجيزة. أما صناعة الخيامية فهي من الحرف اليدوية التي يستخدم فيها صانع الإبرة والخيط لعمل الخيام وإنتاج القطع الفنية. وهي موجودة فين يا أولاد؟ موجودة في شارع الخيامية في منطقة الأزهر في القاهرة. شارع الخيامية في منطقة الأزهر في القاهرة. أما بالنسبة لصناعة الزجاج يا أولاد، فهي من الصناعات القديمة، ومن أهم مناطق صناعة الزجاج في مصر هي قرية جراح في محافظة الدقهلية. قرية جراح في محافظة الدقهلية. وآخر صناعة معنا يا أولاد النهاردة هي صناعة الجلود، والتي تعتبر من أهم الحرف اليدوية التراثية في مصر. ممكن يجي لنا سؤال بما تفسر تعتبر صناعة الجلود من أهم الحرف اليدوية التراثية في مصر؟ الإجابة لأن هذه الصناعة تساهم في ازدهار الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة. لأن هذه الصناعة تساهم في ازدهار الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة. طيب أين توجد صناعة الجلود؟ اتفقنا طبعا أن صناعة الجلود موجودة في مدينة الروبيكي. مدينة الروبيكي يا أولاد موجودة في مدينة بدر في القاهرة، وهي طبعا مدينة صناعية ضخمة متخصصة في صناعة الجلود. واتفقنا ان شاء الله ان احنا الحلقة القادمة هنتكلم اكتر عن مدينة الروبيكي، وكمان هنتكلم عن اهمية الحرف التراثية في مصر. وبكده تكون الحلقة انتهت معنا النهاردة. ابطال سنة رابعة انتظروني الحلقة القادمة، هنعمل ان شاء الله مع بعض شرح الدرس. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.